لو سمحت ممكن تستنى كده شويه او كده. بس دي مش ماشي خلاص. لأن البشر نوعين،
والامر الثاني المجتمع السلام هو مجتمع السلام الدائم. يمكن على الأرض الناس بتبحث عن السلام وتدور عليه في كل مكان، سواء في طبق الأسرة أو طبق المجتمع أو طبق العالم كله. وممكن ينام السلام النهارده وممكن ما يلاقوش بكره، بيسمع الحروب أو الصراعات أما السلام فخليه يكون بأسف، لأنه مجتمع السلام الكامل. أيضا مجتمع السماء هو مجتمع الفرح. ونحن عندنا نوجد السماء نوجد في مجتمع السعادة. نحن على الأرض بنفرح أحيانا حاجات كده صغيرة، تبقى يوم الفرح يوم لكن في السماء الفرح ده الإنسان المتهالك، الإنسان المثابر، الإنسان الذي يعيش في الحياة الجديدة. نحن نسافر حياة السلام والحياة الكريمة، لأنها في كل لحظة جديدة. ونحن كلنا عارفين إذا حاجة جديدة غير الوقت فرحان بيها، أي حاجة جديدة إذا كانت مع الله. أما مجتمع السلام هو مجتمع الفرح الكامل والفرح في السلام. إذا من ينطلق إلى السلام ويقول لنا قديس بولس الرسول لي اجتهاد ان تنتقل واكون مع المسيح اذا اكرم بك. تحت قديس الكنيسه قديس الكتاب المقدس قديس بولس الرسول يقول هذه الكلمات لي اجتهاد ان تنتقل لشهر السنه واكون مع المسيح اذا اكرم بك. افضل ان تنتقل. وفي موضع آخر لما سألوه هي السنة الشتائية، ما هو محدش يقدر راح السنة ورجع عشان يكتمل مجتمع السنة. في حياة القديس وصل وصف قال كده ماذا ترى وعيك وماذا تسمع به الرزق وماذا تنظر على البشر. ما أعطى الله الذين يحبون. فإن كنت بالحقيقة إنسان تحب الله ومحبة الله تجعلك تحب البشر وتخدمه وتتعامل إليه بكل أمانة وإخلاص، فأنت ماشي طريق السلام. ولتمسك لك مكانة في السلام ووصفة. إن عاش الإنسان في الأمانة وعاش حياته طاهرة وتقية يزيد طموحه في السلام. إن كانت حياته غير ذلك فسيسمع صوتا أرجو أن يسمع أحد فينا عندما يكون لأنهم يقدمون لنا مثال حي تنبت ذاكرتنا وقلوبنا لعل حدث قد نسي نسي وضعه ونسي دوره ونسي مسؤوليته. أمر الله أن ننسى أنه في يوم سيدخل الأرض. مثلث الرحمن يخلف الرسول إنسان فاضل تميز بصفات عميقة، لكن أول صفة وفي الحضور في المرسل حضور في الجانب بخدمة المتنوعة إنسان هادئ. ومن يعيش في الهدوء هو يعيش في السلام وطلبه. الأمر الثاني اللي كنا بنشوف فيه هو إنسان راضي. إنسان راضي لم يتصرف أبدا، لم يتصرف في حياته خالص. والأمر الثالث أنه كان إنسان صادق ومهتم لصديق المرض.
عشان تذبح في البيت. مسدس الأحمر في الحدود قاضية قضى نصف عمره راهبا، فهو مات رقم 33 سنة، وقضى من 20 سنة في سجن تاجي المرشيد في المرشيد في المنصورة، وخلفنا كل أمانة، وإن كانت السنوات الأخيرة ابتدى يشتد عليه صغير المرض وثقة المرض وأفعال المرض وألام المرض، لكن في كتلته كنت أرى إنسانا راضيا صبورا محتملا، حتى في الأول الأخيرة وقفت على جانب العهد الأخير تنور كل مجسد المرة بكامل علاج ألا Thank you.